طيب دكتور هشام، حضرتك عارف ان اي حد عندنا بيحس بشويه وجع في ركبته يقول دي هشاشه عظام، وعندي مشكله وعندي هشاشه عظام، ممكن ما يكونش عارف. بس في نقطه تانية عايزين نتكلم فيها، وهي الكسور العمود الفقري الناتجه عن هشاشه العظام. ازاي بتحصل؟ ازاي يعرف ان ده حصل نتيجه هشاشه العظام؟ حضرتك احنا دلوقتي عندنا كسور، عشان نقسمهم عندنا جزئيتين، في كسور اللي هي بتحصل في السن الصغير، وفي كسور اللي هي بتحصل في السن الكبير. السن الصغير بتكون ناتجة عن حادثة عربية، واحد وقع من ارتفاع عالي أو كذا. تمام. كسر الهشاشة بيبقى لا مختلف. بيحصل في الناس الكبيرة في السن نتيجة عن هشاشة العظم. يجي يقول لك الكسر حصل ازاي؟ هو ماشي في البيت وقع. فجأة وجع رهيب في الظهر. راكب عربية فجأة في مطب جامد وجع رهيب في الظهر. أو مجرد من في أي بقى مكان في الظهر، ولا مكان محدد هو ده اللي بيحدد لي المشكلة على دي؟ على حسب، احنا المشكلة على حسب بقى، في الرقبة أو في الظهر، في قارة صدرية أو قطنية، بشكل بس عام. بس هي بالظبط، بس احنا هنا عايزين نفرق بين الاثنين، الكسر الناتج على شاشة وكسر العادي. ليه كسر الهشاشة بالنسبة لنا مشكلة كبيرة قوي؟ لأن أنت خلي حضرتك، احنا قلنا هشاشة العظام بتحصل في سن الكبير، بالذات في الستات بعد انقطاع سن، بعد انقطاع الدورة بعديها بكذا سنة. فمشكلتها ايه؟ الهش، يعني العظم ده ضعيف قوي. فلو حصل لي كسر فيه، الطبيعي احنا بنثبت الكسر ده بايه؟ بمسامير. طبعا انا في السن ده العظم نفسه هش، مش هيستحمل مسامير، المسمار مش هيمسك. طب الحل كنا بنعمل لهم ايه المرضى دول؟ نقول لهم البسوا حزام وارقدوا لغايه لما ترتاحوا، لغايه لما الكسر يلتئم زي اي كسر. بتقابلنا مشكلتين، اول مشكله ان العيان ده كبير في السن، فهو عرضه لمضاعفات من الرقده في الفراش، ممكن يحصل له التهابات في صدره، دور يحصل بعد كده التهاب رئوي او غيره. ممكن يحصل له قرح فراش كتير قوي، ان هو مثلا عايز يخش الحمام مش عارف يخش الحمام، فاهله تخيلي عمالين يودوه ويرجعوه كل مره. طبعًا. ممكن يحصل له جلطات. طب ده لو هو يعني مجرد احنا يعني قعدناه على اساس انه التهاب. طب هو اصلا ممكن الكسر ما يلتئمش برضه؟ نفس الكلام، الكسر ممكن نراهد العيان من مريض لاخر، مشاكل هنا بتختلف. طب الحل ايه؟ ده من اهم التطورات دلوقتي عملوها في المجال ده، حاجه اسمها حقن اسمنتي، يا ريت الفيديو اللي معانا يعرضه لنا. بين ابره رفيعه جدا بندخلها تحت بنج موضعي في الفقره اللي هي فيها الكسر ده، ونحقن اسمنت. حضرتك الانبوبه دي هي اللي بتنقل الاسمنت اللي هو الطبي الابيض جوه الابره اللي هي محطوطه في الظهر ده. بنتابع الحقن وبنشوفه على جهاز الاشعه، بنتمن ان هو بيملى الفقره اللي هو الاسود ده. دي احدث يعني احدى طرق العلاج يا دكتور. ده اهم واحدث طريقه علاجيه لكسور الهشاشه. جميل. لان تخيلي واحد كبير في السن مكسور، انت مدخلاه اوضه العمليات، هو مش قادر اصلا يتحرك من كتر الوجع. طبعا خالص، وجع رهيب جدا، واحد مكسور. تحطي له بالابره ديت من الفتحه اللي هي باينه ديت خرم نص سنتي بالابره، وتحقني منها الاسمنت الطبي. تستني مسافه 10 دقائق او ربع ساعه الاسمنت ينشف مكانه، الموضوع انتهى. تلاقي العين ده قايم بيمشي على رجليه، ده تطور كبير جدا وهايل طبعا، بيمشي على رجليه ولا اكنه اتكسر ولا اكن في اي حاجه، وهو اكنه ما عملش عمليه، ما فيش وجع يصح. البديل كان ليه ايه الاول؟ سيب العين ده يقعد، يحصل له مشاكل في التهاب في صدره طبعا، او قرح فراش او جلطات او غيره. فده من اهم الحاجات، التدخلات المحدوده دخلت فيها واثبتت فعلا ان هي ممكن تفيد قوي المريض. يعني كل دكتور دلوقتي، كل العلاج الخاص بهشاشه العظام او الكسور الناتجه عن هشاشه العظام كلها دلوقتي بقى يستخدموا فيها الاسمنت الطبي، هو ده الحل المفروض الامثل في حل برضو؟ يعني ده المفروض، في ناس بتميل الى العلاج التحفظي. بس المفروض الطب كله دلوقتي في تطور. يعني عارفه اقول لك ايه؟ ده عيان كبير ما استحملش العمليه. لا، ده دلوقتي في كل الكسور احنا بقى دايما اتجاهنا ازاي نحرك العين ده بسرعه، سواء كسور في مفصل الفخذ او في عظمه الفخذ، في اي مكان لازم الكسر ده يتعالج بسرعه عشان العين ده يتحرك قبل ما يحصل له مضاعفات. جميل. فدي كانت من الحاجات اللي هي مفيده قوي في السن الكبير، ان احنا من ابره صغيره بنقدر نحل الموضوع. طبعا جميل.